أنا اسمي فاطمة العرفج، إدارة تعليم الأحساء. مرة متحمسة وإن شاء الله نمثل المملكة أحسن تمثيل في آيسف وناخذ جوائز ونرفع اسم المملكة دائما وأبدا. شعور حماس ومسؤولية أننا نمثل المملكة أفضل تمثيل. أتمنى أني أكتسب علم أكثر وأطور من نفسي ومن شخصيتي ومن ثقتي بنفسي. مشروعي هو developing a biofunctional system for، ولازم أقوله بالعربي، هندسة إطار معدني عضوي قادر على حصاد المياه من الهواء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من هذا المياه اللي أخذناه من الهواء. أسس هذا المشروع لأن دائما أفكر بأن ليه ما نستفيد من كل سورس عندنا. فمثلا الهواء نقدر نستفيد منه من إحنا نطلع مويه صالحة للشرب، وحتى نقدر نطلعها من الأماكن الجافة مثل الصحراء. فهذا أكثر شيء حمسني إني أشتغل على هذا المشروع. وأيضا رؤية المملكة، لأنها كانت دائما تتكلم عن إنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبالأخص مركز الهيدروجين وتخزين الطاقة، وأيضا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أنا كنت أشتغل فيها من قبل. فهذه المدينة علمتني أساسيات البحث العلمي وكيف أقدر أطور من نفسي ومن يعني خلفيتي العلمية. أولا من توفيق من الله، وبعد إصراري وتعب الشغل اللي سويناه، اشتغلنا يعني ليل ونهار دائما يعني كنا نشتغل.